نخش بيك بقى على فقرة معانا، الذاكرة. ذاكرتك كويسة؟ يعني لحد ما تقدر تفتكر حاجات؟ احاول. أول تمرين ليك في النادي الأهلي كان يوم كام؟ يعني هو يناير 2016، كام يناير بقى؟ مش يعني نص يناير مثلا، أواخر، أواخر حاجة، وعشرين يعني 25، أقل شوية، 20 معرفش والله. 22 يناير. ده يوم يتنسي؟ أول يوم تخش فيه النادي الأهلي؟ ما أنا فاكر يناير 2016 عشان جيت في يناير. أول مباراة رسمية ليك مع النادي الأهلي، نزلت بديل، مكان مين؟ كان عبد الله السعيد، ايوه فاكر نون الستارز اللي أنت كنت لابسه لما جبت أول جول ليك مع النادي الأهلي رسمي؟ موف كان بوت موف، ايوه في إيه بقى؟ في الوحدة في موف البطولة في إيه العربية. لونه؟ موف في ايه؟ لا موف في ايه مش فاكر، كان هو كان نايك موف. أورانج. علامة النايك اورنج. سجلت 3 أهداف مع ليرز في بطولة كأس بلجيكا، كان في ماتش مين؟ بنلعب مين؟ أسئلة صعبة أوي، أنا مش فاكر اسم الفرقة والله. أنا فاكر إحنا كسبنا يوميها 8، 8 كام؟ أنا جبت 3 جوان، 8-1، 8-0، 8-2، مش فاكر والله، فرقة كان اسمها ايه؟ مش فاكر اسمها والله. رويال رويال؟ فارم. لا لا صعبة ومش فاكرها. طيب أول مباراة ليك مع الأهلي وديا كان قدام فريق بلدية الإسماعيلية، الماتش ده خلص كام للأهلي؟ لا هو على الأسئلة بلدية إسماعيلية كنا بنلعبه في الدفاع الجوي، في استاد الدفاع الجوي، كان خلص كام؟ 24 يناير 2017 بعد انضمامك للأهلي بيومين. 0-0 تاني، جبنا جون؟ ما مش فاكر انا، 3-0 للأهلي. الذاكرة 10 لا على لا 10. لا مش فاكر. انت بتسأل برضه أسئلة صعبة جدا. تاني صورة أنت منزلها على انستجرام كان تاريخها كام؟ تاني صورة 27/10، تاني صورة يعني قبل الصورة اللي أنا نزلتها النهاردة، مش يعني هي 27/10. ولا 26؟ يا لهوي ماشيها 27. الذاكرة جميلة بصراحة. جميلة. أنت كام كده من 10؟ صفر أكيد. 0/10. خش بقى الفقرة التانية، هنلعب فقرة مان تو مان مع الكابتن عمرو بركات، هنشوفه بقى يرقصنا، هنرقصه، هيعمل معانا إيه وهنعمل معاه إيه. فقرة مان تو مان تشميس. حسام غالي كسر أوضة اللبس كام مرة في الجون؟ من اللعيبة كسر، كسر اوضة اللبس، وما كسرش اوضة اللبس يعني كسر بقى كام متعصب. تلفزيون؟ لا لا متعصب يعني، بيتعصب في اوقات كتير بس كم مرة؟ يعني ممكن 4 5 مرات. بس كوبري. ميدو أول صورة أنت نزلتها على انستجرام بتشيرت النادي الأهلي كتب لك كومنت، ايوه كان إيه الكومنت؟ انا فاكر الكومنت فعلا، مش لايق عليك اللون الاحمر. صح كده، ايوه ما ردتش عليه ليه ساعتها؟ انا مش هينفع ارد عليه. ارد عليه ليه؟ مش هينفع ارد. تميد وعارفك وعارف عمرو ايوه ما بركات. اصل انا كنت معاه بتمرن قبل ما اروح الاهلي بالظبط، ايوه كان هو ليه ما ماسك دجله ردتش؟ خفت تهزر، ناس تتفهم غلط، لسه جديد في الاهلي. بالظبط. بس ما رديت عليه حبيتش على ارد. البرايفت؟ رديت عليه قلت عادي له ايه؟ بهزار، هو خلي بالك كان انا حاطط لي عارف. كومنت بهزار، هو كان بيكلمني بيقول لي ايوه انت اتمرنت معايا اسبوع ولا 10 ايام رحت الاهلي، امال لو كنت قعدت معايا بقى مثلا 6 شهور كنت هتروح فين؟ قلت له ايه بقى؟ رديت عليه قلت له ايه في البرايفت؟ ده كان بيبارك لي يعني، بارك لي وبتاع، لي مبروك يا حبيبي وبتاع، وربنا يكرمك وان شاء الله كسر الدنيا وكلام كان كده يعني. باكورد. افضل هدف ليك ما تنساهوش؟ افضل هدف في المقاولين في مع المقصة في الدقيقة 2، كان في استاد المقاولين تعرف تلعب اكسو؟ على قد برضه.
هنروح نلعب مع الكابتن عمرو بركات اكس او. جاهز يا كابتن؟ جاهز تعرف تلعب؟ طب جاهز. ابدأ يلا. ماشي السهولة دي عشان انت ضيفنا بس النهارده خلينا حبيبي. نكسب. ممكن نشوفك بتشيرت الزمالك؟ لا ما اعرفش والله الصراحه، لسه ما خدتش الخطوه اللي جايه دي، هعرف اعمل فيها ايه؟ بس طبعا كل شيء وارد يعني. عمرو نورتنا في يلا كوره، حبيبي مبسوطين ان انت كنت موجود معانا النهارده. حبيبي.